مشاهدينا سنذهب الآن إلى جارتنا مملكة البحرين لنتحدث عن تقاليد الحياكة القديمة التي تشهد تطورا لكن لا تزال تحافظ في نفس الوقت على طبعا التقاليد المحلية المعروفة. صحيح، قد لا يعرف الكثير أن الزي البحريني المطرز بخيوط الذهب والفضة كان حكرا على الأثرياء فقط في الماضي، أما في هذا العصر فقد أصبح في متناول الجميع. تقرير عهد ياقوت. $15,000 وثلاثون يوم عمل يتطلبها إنتاج ثوب واحد. لا عجب إذا عرفت أنه مطرز بخيوط الذهب والفضة. إنه الزي البحريني التقليدي المطرز بالزري، وهو من التصاميم التي تستدعي دقة عالية. مهمة ليست بالسهلة إلا على من يحافظ على التراث والهوية البحرينية بحب وشغف. واكبنا التطور في الأزياء، ما ظلينا على اللي كان قبل 30 و40 و50 سنة. غيرنا من الأزياء بس ما طلعنا عن التراث، هذه أول شيء. أكثر الموديلات على ما هي بس بطلعة حديثة من حيث الألوان، الرسومات، التطريز، أشياء كثيرة اللي بدأت الناس تتجه لها أوروبيا إحنا سويناها عربيا وخليجيا بالتطريز. عندنا مصرين على أن نحمي هذا التراث بأي وسيلة. في الماضي لم يكن باستطاعة عامة الناس اقتناء هذا الزي بسبب غلاء خيوط الذهب والفضة والوقت الذي يستغرقه صنع الثوب الواحد. تطورت صناعة الأزياء وأصبح إنتاج الزري أكثر سهولة، مما زاد الإقبال على هذه الملابس فأصبحت في متناول الجميع. الزري أو خيوط الزري هي القصب باللغة العربية الفصحى، القصب الخيط الذهبي اللي يطرزون فيها، مثلاً كانت يطرزون فيها الملابس والبشوت الرجالية، الفساتين القديمة حق الأمراء والأميرات يعني علي القوم. الزي البحريني سيبقى مميزا حسب أهل الاختصاص ما دامت التصاميم المعاصرة تتناغم مع الهوية والأصالة. يعني زي جميل بكامل تفاصيله.